أمال محمد المجارب، خبيرة دولية في مجال حقوق الطفل، رئيس منظمة أملنا للإعلام والتنمية الشاملة. حب هذا المجال، يعني تربينا على حب الآخرين وعلى التعامل مع الآخرين. الدراسة أثرت أيضاً، يعني تخصصي خدمة اجتماعية، كثير من الظواهر الاجتماعية كانت تشدني أن لابد أن الإنسان يقف موقف فعل وليس موقف متفرج، وهذا أثر كثير في أنني نستمر في هذا الطريق ونحاول نطور ونختار أني نغير شيء ما إذا استطعت. ربما أهمها كان المحطة الأولى بعد التخرج، وهي إصدار أول كتاب متخصص في مجال الخدمة الاجتماعية، وكان بعنوان مبادئ خدمة الفرد. أيضاً كان من ضمن المحطات هي الاستفادة من مرافق التعليمية، تحويلها إلى منتديات صيفية، وهذا كان من 86. كان في ذلك الوقت ما فيش ما يعرف بالنوادي الصيفية أو المنتديات الصيفية. كان لي إسهام في المؤسسة المفتوحة، وهذا كان في مجال رعاية الأيتام. كنت مديرة في دار الطفل اليتيم، وحولت المؤسسة إلى مؤسسة مفتوحة على المجتمع. كانت لي محطة أخرى في إطار حقوق الطفل وإطار العمل يعني في هذا الشأن بالذات، واخترت انتخبت كأول خبيرة ليبية في مجال حقوق الطفل، وانتميت إلى لجنة حقوق الطفل بالاتحاد الأفريقي. طبعاً في مجال آخر يعني كان نفس الشيء ممكن نعتز فيه، وهو أني كنت إحدى النساء المؤسسات لرابطة النساء العرب بماليزيا، وهذا كانت أول رابطة في الشرق الأقصى، وتعاملنا كثير مع قضايا عربية وقضايا إسلامية. كان دوار متعددة، يعني ممكن نقول لك أن كل مسيرة يكون فيها محطة بارزة الحق أنها هي إثراء لذاتي أولاً وللآخرين من ناحية ثانية.